ينفذ الدفاع المدني اليوم على مستوى مراكز سوريا وقفة احتجاجية بعنوان لست هدفا. الوقفة الهدف منها توجيه رسالة للمجتمع الدولي أنه نحن في المنظمات الإنسانية، نحن منظمات عاملة على حماية على تقديم الخدمات للمدنيين. نحن ما لنا هدف عسكري عم يتم استهدافنا. بعد 270 شهيد من الدفاع المدني تم استهدافهم خلال ضربات مضاعفة، لازم نحن نطالب بحماية من قبل المجتمع الدولي وجميع العالم للمدنيين لنا. نحن رسالة عم نقدمها خلال شعارنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، مستمرين بالعمل ومستمرين بتقديم الخدمات للمدنيين، لكن لسنا هدف إرهابي.